موضوعنا النهاردة عن ازاي اوصل للفيديوهات اللي عجبتني على سناب شات. تابع معي. السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي، قناة ياسمين عاشور. النهاردة كده هقولك لو انت عامل اعجاب او لايك على الفيديوهات في سناب شات ازاي اقدر اوصل للقائمة دي. فياريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعملي لايك للفيديو ده، ولأول مرة تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناة، ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتبلي في التعليقات. ويلا بينا على سناب شات، وهسيب لك قائمة تشغيل سناب شات في تعليق مثبت، اي حاجة اتكلمنا فيها على سناب شات بتلاقيها موجودة في القائمة دي. هروح كده مع بعض على سناب شات. طبعا من هنا ببدأ اروح على الفيديوهات الموجودة هناك. انا دلوقتي بعمل لايك على الفيديو، تمام، ننزل كده نعمل لايك. طيب انا دلوقتي اظهر تاني اللايكات دي ازاي، او الفيديوهات اللي انا عملت لها لايك دي ازاي، او اجيبها تاني ازاي. بكل سهولة هنروح كده نضغط على الصورة بتاعت السناب شات بتاعنا، وبضغط عليها بالشكل ده. كل علي انا ببدأ ان انا انزل اي فيديو انت عملت له لايك بيظهر فيه عناصر المفضلة والمنشورات المعادة. لو جينا نضغط كده هنلاقي اي فيديو انت عملت له لايك زي ما انتم شايفين او اعجاب بيظهر في القائمة دي. هنا عرض الكل، لو انت عاوز تعرض الفيديوهات كلها تضغط عليها وبتظهر عندك الفيديوهات كلها اللي انت عملت لها اعجاب او عملت لها لايك على التطبيق ده. بس كده، عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات، انا برد على كل التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.